طولت رمضان محليها كي تبدا مزينه وملا شيف ديما يلقالكم الحل في الدبر. اليوم في الكوجينة معنا شيف محسن وشيف نبيل، وفي امجال مرسى نبيل وامين هما اللي مشاو قضاء. في دبارة اليوم فما طاجين سره، فندق الغله، كيش بالتون، وفوري نوار او سيريز. للطاجين سره لازمنا فيلي دجاج وعظم شهي، زيت قطانية نجمة، جولدينا سبيسيال باتيسري، جبن مرحي بريزيدون سبيسيال طاجين، فلفل أكحل، كركم إيبيسي سافور. الفندق الغلة ما ننساوش الجبن مرحي بريزيدون سبيسيال غراتان، تابل وكروية إيبيسي سافور، وبالطبيعة الخضرة اللي باش نحضروا بها. للكيش بالتون لازمنا فارينة ليبيدور، حليب وكريم فريش فيتالي، وبالطبيعة طن سيدي جابر البنين. للفوري نوار وسوريز ما ننساوش السكر فاني فانواز. بالطبيعة ما ننساوش ليلا ألو فري ديما فري، ورويال الغسلان المعون. قضية اليوم وفات وعنا منيو هايل ياسر، تبعونا باش تشوفوا التحضير مع الشيف. مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ملا شيف. اليوم عنا منيو قمقوم، عملوه لنا شيف محسن الورثاني وشيف نبيل بركوس. نمشيو ديريكتومون مع الشيف محسن نشوفوا شنو حاضر لنا في البارتي سالي. شيف عسلامة، مرحبا بك. شنحوالك؟ الحمد لله. شنحوالك انت؟ الحمد لله اون فورم. اليوم باش تحضر لنا ان منيو اكسبسيونيل ان شاء الله. ان شاء الله. شنو عنا اليوم في اليوم؟ عنا طاجين سرة، هي عنا الكيش اوطون، دونك طاجين سرة كيش بالتون، وعنا ليغوم فارسي فندق الغلة. فندق الغلة معناتها بلان دو بوتي ليغوم، ليغوم فارسي مشكلين، الطماطم، البطاطا، الكورجيت، الفلفل. هايل برشا. اليوم عندنا منيو قمقوم. شنو حاجتك؟ شنو هما لي زانغريديون اللي حاجتنا بهم باش نعملوا هالمنيو شيف؟ حاجتنا الفلفل، الطماطم، لوبرجين، فوي دو بريك، الفروماج رابي، العظم، الفرينه، الكريم فريش. منيو يزمني مشخشخ. اليوم عندنا ان منيو فيه فندق الغله اللي هو لو بلا بريفيري نتاع راجلي، دونك شيف عيط لي من حب الراتي حتى ايتاب نتاع فندق الغله. باش نمشيو مع الشيف نبيل اللي حضر لنا اون تري بيل سيربريز بور موا. اليوم كي سمعت بيك شيف في البلاتو قلت لهم هذايا اليوم باش نروح بها كينينا داير باش نشق عليها فاتري. دونك اليوم باش نهزك لالمانيا، دونك باش نعملو فوري نوار. تعرف اللي انت الفوري نوار لوريجين نتاعها سي المون؟ لا ما في باليش. انيتا باش نعرف انا في بالي، جو بونس كو سيتي ان ديسير فرونسي. لا 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 سي المون. فما بلاصه في المانيا اسمها فوري نوار. بون بالالمون. تعطينا بالالمون ولا لا؟ جفاخت فيرت حاجه هكا. تري بيان. على كان جفاخت فيرت هذيك بالضبط. دونك الفوري نوار يلزمها تكون بالسوريز. دونك سوريز نعملوه كومبوتي شويه. كومبوتي نذكر المشاهدين نتاعنا معناها شويه سكر وشويه ماء وطيبوه خاطر اسيد اكزاكتلي سورتو توا سي لي ديرنيير دو لا سيزون يبداو قرصين شويه جوستومون. وعندنا باش نعملوا جينواز شوكولا، لا بات جينواز بالشوكولات. دونك خاطرها اوف اونتيير، مع الاخر عملنا بيسكوي بالبلون العظمه كامله. تري بيان. دونك وباش نعملوا الشونتيي هكاك تولي عندنا الفوري نوار، خاطر البلاصه هذايا في المانيا في الشتاء تولي بيضة بالثلج من الفوق، كي تدخل في وسطها تبدا ظلام وفيها لي سوريز يطلعوا. تري بيان. انا كنت نعرف حكايه الفوري نوار اللي هي الان رابور بالثلج على خاطر ظاهره، خاطر نعمل سكر غلاس اكزاكتومون بالشانتي وبالسكر غلاس من الفوق. اما ما عرفتش كو سيتي ان ديسير المون. ليميسيون هذيا نتعلموا شويه ثقافه، شويه كوجينا، شويه وبرشا فواياجيت اون فواياج بوكو. شايف باش نبداو؟ باش نبداو بالدجاج نتاعنا، باش نحضروا طاجين السرة باش يبرد لنا، باش من بعد نحضروا به الفارس. شايف هذا الدجاج نتاعك؟ يعطيك الصحة. تحب شي جو ليف لي فيلي؟ مالك شي نحيهم بالعظم نتاعك؟ نحيهم بالعظم مي. تخي بيان شايف. تحب تعاوني ولا تطلب؟ توت سويت. تخي بيان. دونك هوني عندنا دو بولي فخي على الكوفر نتاعو. خير شايف باش ناخذوه على الكوفر والا ما يقلقش، نحي لك جوست العظمه. وي هو دو بريفيرونس معناها الكوفر نحوها خاطر مانيش بنستعملوه. اما نجمو نخليوه، نجمو نخليوه نفوحوا به الشوربه نهار اخر. فوالا نعملوا بها ان فون. حربتها شايفه؟
ميسالش باش نستعملو نعملو بيه الشوربة ميسالش ميسالش دونك ما تخليو ما نضيعو حتى شيء سورتو كي ناخذو دجاج دو بون كاليتي هوني خديناه سافور دو لاني 2015 ما نضيعو فيه حتى شيء نخليو الكوفر ما نلوحوهش نعملو بيه الشوربة هكا ولا شاف نحي القشر نحي البو نقصوهم طريفات برشا برشا نسي يعملوها في الدار وانا بيدي الحقيقة نعملها في داري اسكو لازمنا الدجاج كي نشريوه نغسلوه قبل ولا لا نورمالمون الدجاج اللي مشري من لي غروند سيرفاس مثلا الماركة نتاعنا شهية ما حشتوش حتى شيء لي كونترولي من طبيب من الفيتيرينير تأكدوا من الدجاج راهو حاجة مهمة ياسر لازمكم تاخذوا دو تخي بون مارك كيما هوني احنا استعملنا شهية سافور دو لاني هكاكا نربحوا الوقت ما عادش نغسلوه فعلاً. فعلا مضمون صحي مضمون صحي نحطوا شويه زيت تطيب اي دونك هوني باش نقليو الدجاج نتاعنا نفوقوه قبل شاف ولا لا دو بريفيرونس او فور ميزور وقت الماكله قاعده تطيب لانه لي زيبيس يبون تيتر برولي يعطونا ان اريرغو خليك تفوحوا ومن بعد جوست باش تعملوا سوتي باش نخلوه يعني نسموه بلغتنا الدارجه نعملوا التختوخ نتاع الطاجين نتاعنا التختوخ اللي هو الباز نتاع الطاجين صور تري بيان دونك التختوخ فيه شويه دجاج ملح فلفل اكحل كركم وبصل شيف وين وصلنا دونك حطينا السيرو دامبيباج تيب ديما لو سيرو دامبيباج نتاع الجينواز نذكر في صافيسا اللي هو ماء وسكر ماء وسكر يغليو باش هكاكا على الكونسيرفاسيون ديما نغليو الماء والسكر على الكونسيرفاسيون دونك وعندنا الكومبوتي تاع السيريس قاعد يطيب دونك السيرو نتاعنا غلا مي سي بون نجمو نطفيو عليه سكر عليه نجم تعملو بارفيومي شويه نجم نحط فيه ساشي سكر فاني تري بيان دونك يولي بارفيومي دونك باش نحضرو حاجتك بالباتور نعم الباتور كي دي جينواز دي باتور الكتريك تبقى مالوغ معناها الباتا بيسكوي نعملو البلون دوف وحدو نطلعوه من بعد نحطو السكر الجينواز كل شيء كل شيء مع بعضه دونك اسهل هذيا العظم والسكر مش الفارينه والكاكاو عظم وسكر اكاهو تري بيان دونك حطوا عظم وسكر نركضوا نركضوا ديريكتومون العظم والسكر نتاعنا نخليهم يطلعوا مليح هكا شاف اون روبون حتى تولي اون موس عاقده كي تولي اون موس عاقده نحطوا لهم لو سيرو نحطوا لهم الفارينه والكاكاو نحطوا لهم الفارينه والكاكاو نغلطوا نخلطوهم بالمغيس اليوم انا مش نعملها في مولا جينواز باش نطيبها في البلاك باش نوريكم كيفاش نعملوا لي مونتاج تجي في مونتاج تاع البيست اليوم ظاهر لي فريمون لا فورينوار نتاعنا باش تجي اكسيبسيونيل نرجعوا نشوفوا وين وصلنا شيف الو الزيت تاعنا بدا يسخن حطينا الثوم البصل نحطوا طريفات الدجاج نعاونك شيف على الفيس عاوني بعد يعطيك الصحه قولي ستوب خاطر انا راني ندز شويه على الملح هذايا على اللون زيد شويه حتى الكركم باهي راهو صحيين باهي ناقص كان الفلفل الاكحل بيسي سافور هذيك و سي بون حضروا شويه ماء سخون فوالا انا راني نطيب بدايه نمشي نغسلها من بعد نعمل لهم ام تيكوم تاع اسبيتو وكاو شويه ماء اي خلوه يمشي على نار هاديه وحده نرجع شويه الدجاج للفريجيدير نعملوا له عاد شويه ديما فري ونريقلوه مليح ديما نحيوه من الامبلاج ونخليو الكافر يعطيك الصحه فوالا الجلد نجمو نلوحوها باغ كونتر اونتر طون نحضروا اللحم المفروم تاعنا لل فندق الغله دونك اللحم ماذا بينا ميسالش واحد الى انفيستي في ماكينه في رحايه نتاع اللحم على خاطر سي لا سول مانيير باش واحد يبدا متاكد من الفريشور نتاع اللحم مفروم وحاجه ما نلعبوش بها بالكل وتاخذوا الماكينه وتلحيوها في الدار. فوالا نحضروا لي بوتي مورسو نتاعنا. دونك مازلت ما حطيتش الشيف الفارين ديما الفارينه تري بيان والكاكاو باش نحطوهم بالمغيس بالمغيس دونك انا ابارامون باش نحطهم
جوستومون نغرب لهم هذوما ديجا مغربلين اي فيرينا والكاكاو التغربيله في الباتيسري اوبليغاتوار تاع الفيرينا اي اوبليغاتوار احنا برشا مرات الحقيقه في الدار واحد يزابيها الحكايه اما راهو هذيك هما سي لي بيتي ديتاي كي فون لا ديفيرونس تولي الفارين ايري تولي البات نتاعكم ايري دونك توا نبدا نصب لك انا بشويه وانت تبدا تحرك تخلط في الجينواز نتاعك كانت راو لونها محليه وريحتها زادة ريحة الكاكاو بدأت تطلع وريحة السغيز من غاديكا بدينا ديجا نشمو في الفوغي نوار دونك نحضروا لها البلاك دو كويسون نتاعها باش نصبوها اش معناتها نحضروها؟ معناها نحضروا نحطوا فيها البابي كويسون اي نجم نطيبها في مولا جينواز وقتها تولي 180 درجة تقعد 35 مينوت اوكي او بيان اون بلاك معناها باش نصبوها جيدة كي تبدا في المولا جينواز ايه نطيبوها في 180 درجه تري بيان pendant 35 minutes كي باش نصبها في البلاك معنا باش نصبها جيده نطيبوها في 210 pendant 6 à 8 minutes باش نصبوها توا في البلاك دو كويسون تاعنا قلت لك شيف سي با بون التحريك توا قلت لك شيف سي با بون راهو il faut aller au fond du du bol هذه سمعتها برشا مرات خاطر الفارينه رزينه تهبط اللوطه وتقعد في القاع دونك 210 degrés pendant 6 minutes. On ذكر bien sûr ان خليك تحطها في الفور نذكر اللي في الباتيسري de manière générale sauf que مكتوبه في الروسيت اما ديما ولا حتى في الكوجينه ديما الفور يزمو ديجا سخون دونك شيف نبيل ديجا سخن الفور نتاعو حطو 210 degrés ما بقالو كان 6 7 دقائق باش يطيب الجينواز اي نستنى الجينواز والفورين وهذا طالما احنا باش نحضروا الفارس نتاع فندق الغلا نتاعنا اللحم المفروم اللي فرمناه في المولينكس باش نزيدوه الثوم البصل المعدنوس الملح والفلفل الاكحل خليك تحط له الفلفل الاكحل شويه كركم شويه 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 ثم حاجه اخرى انا عملتها اللي هي ليغوم نتاعي كي فرغتهم ما طيشتش البولب نتاعهم قصيتهم جويدين خلطتهم مع اللحم تري بيان دونك تحبوا تعملوا فندق الغله ولا هما سي دي ليغوم فارسي ما تطيشوش الانتيريور دو توت مانيير غين سوبر حتى ولو ما تحطوهمش في الفخس نتاعك بالذات ما تحطوهم في الشربه في اي حاجه كيف ما حكينا قبل نجيب لك زهر نزيد شويه ماء وجبن توا ولا من بعد وجبن بالطبع دونك باش نجيب له شويه جبن رابي سبيسيال غراتا هكا وي سبيسيال غراتا مالك تنجم تعطيني معاك كات بو كريم فريش نتاع شيف محسن وي شيف Et voilà le travail. Je vais rappeler le président spécial gratin. Je vais rappeler la crème fraîche. Bien sûr, Haja Benina m'a dit qu'il y a une belle crème fraîche. Où ça se voit, elle a une moute à la crème fraîche, même si elle a une missile. Je vais aller au régime de Bad Ramadan. Dis-moi, tout le monde, c'est la même histoire. Régime Bad Ramadan, je vais vous dire. Hop, c'est un année, chef. Juste un camelot. Je vais vous faire un chef. Merci de nous rejoindre. Très bien. شيف محسن انت خطا جوست حطيت الفرماج دونك ما راتينا حتى شيء نحطوا عظمه ولا ليه انا ما نحبش نحط عظمه نحط ان بو دو باش ما تشدش روحها ياسر الالبومين ديجا هو باش يكبش مع بعضه مع وجود الماء في الواحد ما حاجناش باش نحطوا عظم اللحم وحده اللي يحب يحط يحط باش يشد بلاصتو باش نحضر اون صوص طوماط فرواد تري بيان مي لا تستنيني بور لا صوص طوماط فرواد شيف اي جوست لو طون اللي نشوف على خاطر الشيف نبيل ما ينجمش لا باتيسري نتون با دونك لازمني نشوف معاك شيف شنو هي المرحله الجايه الكومبوتي نتاعنا طب وريحتها فحت فحت دونك باش ناخذو نجم ناخذ سيرو دامبيباج نحط له شويه اي سيرو اللي تعمل بالكومبوتي باش تولي لونها مزيانه باش تولي لونها مزيانه وتزيد تعطينا اكثر قوه في الجيلوس هذايا لي سيريز كونفيت تاعنا ولا تقوش عليهم كونفيتور وتوا باش نطلعوا لا كريم شانتيي هي الكريم فريش هذيك نحطوا لها السكر ونركضوها كان خذيتو 4 بو كيف من هكا تحطوا ليكيفالون نتاع هذايا فيها 15 سنتيلتر 15 x 4 600 اي نحطوا لهم 120 غرام سكر
بلاس. تري بيان، كريم فريش فيتالي تتعدى تري بيان شيف، هذاك شنو فسرت لي في الكوجينه وفي الباتيسري. طلعوها تو بالباتور، لازم تبدا بارده باش تطلع لنا بالكدا. بلاس. دونك خليك شيف جوست توا شيف جوست باش يطلع بالباتور لا كريم شانتي، ما فما حتى ايتاج ما تراتيو. نغلفوها بالديما فري ونحطوها في الفريجيدير باش تبدا بارده. فوالا دونك كريم فريش لي استوس نتاع شيف نبيل. كريم فريش لازم تكون دو بون كاليتي، لازم تكون بارده نخدموها بارده، نخدمو بالسكر غلاس وما نخدموش بالسكر سمول نورمال. ومن بعد الكريم فريش ما تصبرش، لازمها تتغلف وتتحط في الفريجيدير، حتى ولو معناها باش تخدموها او بو دو 5 مينوت نغلفوها نحطها في الفريجيدير. شيف محسن. الو، نحن عندنا صوص طوماط فرواد نتاعنا اللي هي طماطم سيكام بولي ديجا مفوحه بالثوم. دونك احنا باش نزيدوا شويه ثوم، اما هي ما نزيدوا شويه ثوم فخي. نزيدك ثوم شيف؟ شويه ثوم هكا سي بون؟ باشي سيلش على خاطر شويه هكا سيلش. صل مغرفه ولا زوج؟ مغرفه. مغرفه مريقله. اي ملح فلفل اكحل. انا كي يقولوا لي مغرفه نحط مغرفه ونص، كي تقول لي شويه نحط برشا ملح فلفل اكحل تابلو كرويه. خليني وحدي نفوح شيف. عندك ثقه والله سي بيان. دلو اللي تاع السمنه صوص طوماط فرواد. نزيد تابل شيف؟ زيد شوي. ايه يعطيك الصحة. باهي باهي لاباس. زيت زيتونة. ايه. الو، انا لاصوص طوماط فرواد نتاعنا حاضرة، الفارس نتاع الفندق الغرة حاضرين، توا نبقوا كان نعملوا الفارس في الخضرة نتاعنا ونحطهم في الطبق، نحطهم في الكوشة. نصبوا عليهم الصوص من فوق؟ نصبوا عليهم الصوص. نبقى نخلي الشيف محسن، ما قالوا كان ايتاب صغيرة ما فيها حتى شيء، جوست باش يبا فخسير لي ليغوم نتاعو. يصب عليهم هكا الصوص طوماط بارده، سورتو بارده. استوس هايله على خاطر ما نقعدوش نطيبوا في حاجه اخرى. وانا الحاجات الغبيد والبنين كيف من هكا واللي ريحتهم تفوح في ساعه تعجبني برشا. شايف دونك لا بات بسكوي والا الجينواز نتاعنا تابت، زدت سخونه، نقلبوها كي العاده، ما نخليوهاش في البلاك دو كويسون سينو تولي لنا يابسه، تكمل الكويسون نتاعها. نحيو البابي كويسون فاسيلمون يتنحى. اوكي تو باش نقصو البات نتاعنا سويفون لي ديسك هذوما. هذه وحده. تري بيان. هذه اثنين. وبالطبيعه ما يطيش حتى شيء عندنا نحنا، غيان سوجيت لهنا. دونك شنو اللي ناقصنا؟ ناقصنا شويه هوني. ديجا عندك شيء. عندي. اي فوالا، اون ا كري 3 ديسك، 12 ديسك بارفي، هذوك اللي باش يبداو الباس جيماجين. اي والاخرين ما يسالش حتى ريكونستيتوي بالبات نتاعنا، بالعكس انا يعجبوني الحكايات هذوما على خاطر مانيش دون لا كويزين بارفيت بارفيت بارفيت، وسورتو مانيش في التنفيذ. جوستومون توا هذوما باربع كعبات عظم، دونك ولات عندنا ان جاتو نقص لا كريم ونقص السيريز. ما فيها حتى شيء فينالمون. سهله. باش نبداو المونتاج نتاعنا. المونتاج نتاعنا. دونك باش نحطو؟ الباز نحطو حاجة تشد روحها مليح. المستوية معناها اللي ماهيش مقصوصة. إيه. دونك بانسو. لو سيغو دامبيباج. سيغو دامبيباج. يلزم البسكوي تبرد شوية. والسيغو يلزمو يبدا بارد. أوكي، دونك نشوفو جوست مع الشيف نبيل ليتاب هذايا وبعد نرجعو. الشيف محسن اللي قاعد يحط في الفندق الغلة نتاعو في الفور، الفور نتاعك شايف قداش التمبيراتور نتاعو؟ ديجا 160 180. فور سخون 160 180 درجة، باش نخليوهم يتيبوا أبوبخي قداش وقت شايف؟ 30 35 دقيقة. ما بين 30 و 35 دقيقة، جوست لو طون باش نكملوا لا فوغي نوار. لينا الكرافاش كيفاش ولات؟ إيباس. مانيفيك. نحطوا لا كريم نتاعنا. نحطوا لي سيريز كونفيت. تاعنا الكومبوتي تاعنا هو ميم سور انترنيت، وقت اللي تكتب فوري نوار سور انترنيت تصاور الكل كان سيريز. باش تعملوا الغوسيت نتاع الفوري نوار اللي فينالمون ما فيها حتى شيء، باسكو سي اون كريم شانتيي سامبل دي بوتيت سيريز كونفيت. الحكمه الكل فينالمون في الجينواز وفي السيرو دامبيباج اللي باش تحطوا فوق الجينواز، خاطر هو اللي باش يعطي لو مويلو نتاع الغوسيت نتاعنا. الغوسيت نتاعنا كيف كيف نحطوا سيرو شيف، نخليك ملا تعمل الطبق الثاني في الفوري نوار
ونرجعوا مع الشيف محسن. مرحبا بك. توا باش نحضروا الفارس نتاع الطاجين السره. انا الدجاج نتاعنا برد. تخبيع. الوغ الدجاج شنو بنزيدوه؟ نزيدوه الفروماج. اي دونك جبن غابي بريزيدون. نجيب لك سبيسيال تاجين. سبيسيال تاجين. تخي بيان شيف. دونك الغابي بريزيدون سبيسيال تاجين الحاجه الباهيه فيه سي كو c'est un mélange mais bien du cheddar et du sicilien, c'est impeccable ma les tagines. Ouais. Ouverture facile. Donc hop. Yalla chef, قادي نحط لك. À votre goût. Ah, allez, ma tagines à votre goût. Dima le hajet واحد كيف بدا شاي من نجم يحطوا لك الكل. المعدنوس يبقى حي ديما نحطوه عظم. طيب. طيب مقصوص غروسيرمون. باش نحس العظمة تحت السنة مش جست أخفام تاع عظم متناول الجميع وسهل عظمة فريش فريش لازم يجي أن بو سيري طاجين هذا البريك نجيب جولدينا شايف علاش استعملنا الجولدينا سبيسيال باتيسري ومش الجولدينا تارتيني كويسون سبيسيال باتيسري خاطر عندي اول حاجه باش تستعمل البات البات بريزيل خاطر سي اون بات تستعمل في الباتيسري كما تستعمل في الكوجين تو شويه باش تعطينا جو بنين ديجا الحاجه الباهيه مع الجولدينا سي كو التكستور نتاعها طويل من الباديجوناج ناخذوا ان بتي رامكان وبول اي نحطوا الفارس نتاعنا بنينه دار فيها يعطيك الصحه نزيد شوي نزيدك برشا يكفي ونكونوا السره نتاعنا السره معناتها لومونيير اومونيير وانا الكوردون نسكروا به السره اي فوالا دونك سهله برشا ما فيها حتى شيء باش تعملوا طاجين en forme de manière tajine sora هذه نخليك شيف تكمل تعمل لي زومونيير نتاعك الكل نحطوها في بول ومن بعد باش يعاود يزيد لها شويه جولدينا ويحطها في الفور في الفور فور 180 160 160 دونك مش فور قوي برشا لي زيليمون اللي في وسطها الكل بريسك طيبين بار العظم دونك ماهيش باش تطلب برشا وقت الحكايه تطلب ابري 20 دقيقه 10 دقائق عشرة دقائق اليوم أنا كل شيء غالط دونك الفور 160 درجة وعشرة دقائق بوغ لومونيير نتاع شيف ماس المونتاج الأخراني نحطوا الكريم تاعنا ونمشي على قد السيركل دونك هكايا ولا الجاتو نتاعي مسوي كيما راه في لي باتيسري عندي موليها ميسالش امبيكابل دونك ونحطها تبرد شوية باش نجمو نزينوها امبيكابل دونك الفوغي نوار نتاع شيف نبيل بريس كملت قلع شويه ديكور لي كوبو شوكولا هاتو باش نحضرو دونك ما بقات لنا كان الكيشوطون الطاجين نتاعنا في الفور فندق الغله في الفور كيشوطون كيشوطون ويوفى المنيو الهايل نتاعنا نتاع اليوم الكيشوطون باش نحضرو الفارس نتاعنا بالتون بيان سور تون سيدي جابر ونغتنم الفرصة باش نذكركم بالبات اللي هي 200 غرام فارينة 100 غرام زبدة الوغ شيف البات ديجا حضرناها دونك خاطر بيان سور سي ان شيف منظم برشا ما حبيناش نضيعوا الوقت باش نعملوا بات كاملة فيها 200 غرام فارينة 100 غرام جولدينا سبيسيال باتيسري مرة أخرى خاطرها تمشي مليح مليح مع لي بات حتى ولو مع لي بات سالي هوني ما حطيتليش برشا ملح باش نجبدها شيف سبيسيال باتيسري باش نوري كيفاش طيبناها زادة دونك طيبناها تقولوا شنو هي الحمص هذايا الحمص هذايا باش يصلح باش يرزن البات باش البات لو بون لو با في الكويسون ما تطلعش برشا ونسموها بالفرنساوي لا كويسون ا بلون سي سور ما تعمل حمص ما يقعدش ولي بتي بوان دو توت مانيير حتى حد ما يمشي يفيق بهم هذوما لي بتي زاسوس اللي باش ما عادش تصعب عليكم التارت ما عادش تخافوا من تسيب التارت طيبوها قبل بحاجه رزينه من فوق حمص روز اي حاجه
On a seulement un kif-kif pour le français. Oui, les tours de main en cuisine. Et donc, c'est les petits tours de main des chefs en cuisine. Et nous sommes ici, Mala Chef, pour nous apprendre justement les petits tours de main pour ne plus jamais rater une recette. Une recette. Akao, chef. Akao. Je vais prendre l'appareil royal. L'appareil royal. Je vais prendre l'appareil royal. L'avam, la farine, la crème fraîche. الكل اللي متخلطوا مع بعض ملح نواد مسكات نخلي الشيف يحضر الغويال نذكرها مره اخرى ميسيلش على خاطرها الباز نتاع لي كيش ومتاع لي تارت الكل 200 غرام فرينه زوز عظم 20 سنتيلتر دو لي ان بو دو كريم فريش شويه ملح وني الشيف لا يوتيليزي دو لا نواد مسكات نجمو تلقاوها عند اللي يبيعوا الفواكه الجافه سينو تنجمو تحطوا شويه فلفل اكحل ابيض والا اكحل احنا باش نتلقاو بعد الفاصل للدريساج فينال نتاع الفورينوار نتاع المنيو الهيل نتاع الشيف محسن اليوم